ايوه هات من السبطة على الشمال داي هادي طيب اقطع يا راجل. ايه ده يا عبد العم يا اخي انا عاملك عيل صغير انت الراجل الكبير قاعد وشغال تقول له ارمي ومش ارمي هي النخله داي مش بزرع ناس باه حالك بس لا يطق لك عرق ايه قامت قيامتك ده بلحتين يا ابوي عشمنا فيها هنخدم ومشين وبعدين افترضنا عيل صغير يعني هتضربوه عشان خاطر بلحتين خدهم الراجل ايوه هضربه واي حد هاجي هني هضربه لان النخله داي ليها اصحاب طب انت استعزنت لما عامل معاك الحق يا راجل خلي عندك دم يا راجل اخشم انا مش عارف الناس دي مالها والله هو خلاص سكتوا البرود يعني هي كانت نخلة صالح ده بلحتين يا ابو مش هناخدنا متر ارض احنا ماشيين يا راجل اكشم انتي انا برضو اللي نكشم ده بلحتين الناس كلها تاكل جنب بعضيها عادي يعني ليه انت هتمسخها بس كدي يوه ده انت وقعتك مقدرنا يا راجل بقول لك انت ما استعزنتش المفروض لما عاوز بلح ولا عاوز اي حاجه تستعزن تشوف مين صاحبي ولو انك انت عارف ومتاكد مين صاحبي فروح يا عبد العم روح خلي يومك يعدي يوه انت جاي تقول يا شر يا اخي خلاص يا ابوي عدينا ماشيين انزل يا ولد انزل كفايه الحجر اللي عبناه انزل ما هي بلحت ابو سنبل لا كمان عب حجر ده حلو قوي والله يا راجل طب اقول لك اكتبها لك في العقد وتاخدها هي والارض بالمره يا راجل خلي عندكم دم لا عندك حق يا ابوي انا المفروض ما نتكلمش خلاص يا ابو مش عشان ربنا كرمكم بخمس ست قراريط ارض هتفتروا على الناس وتدسوا عليهم ارحموا يا ابوي شوي الله يرحم ايام زمان كان الجار يوقف مع جاره في كل حاجه ده لو كنتوا طبخين طبخه كنتوا توزعوا للناس كلي روح اسال جدودك على الكلام ده اقول لك صح اما دلوقتي النفوس اتغيرت وكل حاجه بقت زف الجيل ده جيل فاشل ويا جيل محنقر يا ابو رقبه ده كمان انت اللي ما عجبك شيء وحتقول لي ايام زمان وايام دلوقتي يا ود العام اي حد يخص زرع اي حد يستاذن يقولوا بعد اذنك هو انا قلت لك ما تخاطش انا بقول لك ما تجيش وانا ما قاعدش عشان خاطر انا مش سايبها سبيل النبي شكلها هتوجوج عليك انا لسه جاي من جيني والجو حراره وما حاملش خلقاتي خلاص خدنا بلحتين نمشوا تاخدهم يا ابوي من الواد خدهم جرى يا خال في يا مجدي انت اي يا خال كل مره نجيبوك من زرع وساعة من نخل اي فيه انت لو رحت المجدي وطلع عشوه بلح النخله كلها هتنقطع حالك بس ما يجيش من طريق الله ونص انت تاخد الحاجه من غير ما تستاذن من صاحبي في يا خال كل يوم هنجيبك من الارض الحكايه واه امال انتوا ورايا ورايا على كدي بين ما نروح وراي يا ابوي انتوا قاعدين حارسين الناس وليا اي شغلانتكم في البلد ما تسيبونا في حالنا يا ابو خلاص يا ابو هتعملوا فيها المحامين بتوعوا طب عليا على بلحتين بالغانة عنهم عايزينهمش وفر كلامك يا خال بعد اذنك يعني يلا بينا يا ابو يلا بينا يا خالة طب روح من وشي عشان ما اضربكش الطلقة باه عشان خد بلحتين عايز توقع لك رقبة لو علي يا ابوي وعليا خلاص على كدي الناس كترت على بعضيها يا ابوي عايزه تشنق بعضيها الناس ويحني اه يا بلد اه سلام عليكم يا معلم مجدي مشكور مشكور يا ابوي مشكور